اليوم نعطي الانطلاق لمشروع المواطن الفاعل فيما يرتبط بالتغيرات المناخية. هذا المشروع يستهدف بشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني تأسيس لدورات تكوينية وتحسيسية وتوعية فيما يرتبط بالتغيرات المناخية. اليوم نعطي الانطلاق من أجل التأكيد بأن برنامج مواطن فاعل مازال مستمر. برنامج مواطن فاعل لا زال يتأسس على أرضية صلبة من داخل جهات فاسمكناس. برنامج مواطن فاعل لا زال يستهدف كل البرامج الموضوعية التي يمكن أن تقيس كل المجالات الحيوية على مستوى جهات فاسمكناس. موضوع اليوم نستهدف المناخ، نستهدف كذلك كل القطاعات المنتجة على مستوى جهات فاسمكناس، خاصة القطاع الفلاحي وكذلك القطاع التعاوني، من خلال إحداث ثلاثة ديال الدلائل تحسيسية وتوعوية مرتبطة بالتقنيات المتطورة في المجال الفلاحي، مرتبطة كذلك بتقنيات تطوير وتحويل الأعشاب الطبية، ودليل مرتبط بالتقنية ديال تحويل النفايات على مستوى الجامعات القروية. هذا اللقاء كذلك هو انطلاقة لمشروع مهم يمكن أن يكون يقيس كل تعاونيات كل جمعيات كل فلاحين على مستوى المجال الحضري والمجال القروي، يرتبط بالتحسيس، يرتبط بالتوعية بالتغيرات المناخية، وهي فرصة للتأسيس لمحطة عالمية سنعيشها إن شاء الله في بريطانيا وهي كوب 26. وبالتالي جمعية جبر هي منسجمة مع السياق الإقليمي والسياق الدولي فيما يرتبط بالتغيرات المناخية، وهي فرصة لإطلاق هذا الحوار العمودي والإفقي فيما يرتبط بالتوعية، فيما يرتبط بالتحسيس، فيما يرتبط كل المجالات التي ينبغي أن نعيها جميعا كأفراد وكمجمعات فيما يرتبط بالحفاظ على البيئة فيما يرتبط بالحفاظ على المناخ. هي فرصة لأشكر كل الشركاء منهم المجلس الثقافي البريطاني والمديرية الإقليمية للفلاحة، وكذلك الشكر موصول لكل هيئات صحفية التي تتابعنا يوميا في كل المحطات وكل المشاريع التي يمكن أن نجزى على مستوى الجهة، والتي نطمح من خلالها أن نكون يدا في يد من أجل إنجاح هذه البرامج ومن أجل إنجاح ما يرتبط بالمناخ وما يرتبط بالكرة الأرضية. C'est vraiment une opportunité de prendre part à cette formation qui est vraiment importante en agriculture, parce que vous savez que depuis que le monde est monde, l'agriculture donc c'est un secteur important pour la vie de l'homme, et le Maroc en est conscient. Donc aujourd'hui donc j'ai pu avoir un diplôme en arboriculture fruitière, donc c'est un diplôme qui va me permettre bien sûr d'intégrer la vie active, donc pour pouvoir assurer le mieux mon avenir. Tout ça. Donc, normalement, je tiens à remercier l'association et Gibert, donc qui effectue un travail extraordinaire donc pour les jeunes, et en collaboration avec ses partenaires, donc et plus spécialement donc le président de cette association qui est Monsieur Donat. Donc, je tiens à le remercier pour ce travail colossal au sein de la communauté. Voilà, donc c'était un peu tout ça. Donc, je vous remercie. لتقديم استراتيجية ديال الفلاحية الجديدة، استراتيجية الجيل الأخضر، وكذلك التأقلم ديالها في ظل التغيرات المناخية. إذن هذه الاستراتيجية اللي كتعتمد على ركيزة أساسيتين، ركيزة ديال العنصر إعطاء الأولوية للعنصر البشري خصوصا الشباب من أجل خلق طبقة متوسطة فلاحية، وكذلك إعطاء مزيد من الفرص للشباب والتنظيمات المهنية في ظل جيل جديد من التنظيم وجيل جديد من الإنتاج. بالنسبة للركيزة الثانية اللي كتعتمد على تثمين مكتسبات السلاسل الفلاحية وما جاء به مخطط المغرب الأخضر، إذن هذا تثمين المكتسبات في واحد الشق اللي كيهتم بالرقمنة ديال الفلاحة، وهذا الرقمنة اللي هو ورش مهم بالنسبة للشباب، كذلك هناك ورش اللي كيتطرق للفلاحة في ظل التغيرات المناخية وكيشمل مجموعة ديال الأوراش اللي ماشي يحاولوا يهتموا بالتقنيات تقاوم المناخ، كتقنيات ديال الزرع المباشر، كتقنيات ديال مقاومة الآفات المناخية مثل التبروري البراد مقتصدة من الماء، واستبدال السلاسل الفلاحية المستهلكة للماء. في نقطة ثانية هي إبراز سلاسل فلاحية جديدة
وهذه السلاسل من شأنها أنها تدير واحد القيمة مضافة عالية كالسلاسل البيولوجية كالإنتاجات ديال كالسلاسل ديال الأعشاب الطبية والعطرية. إذن كل هذا الخضم هو كيدخل في إطار استراتيجية الجديدة ديال الجيل الأخضر 2030 اللي مش تهتم بالعنصر البشري وكذلك بالتغيرات المناخية. المواكبة اللي كيقوم بها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية لتأطير ومواكبات هاد الشباب القروي باش ينجزوا المشاريع ديالهم في القطاع الفلاحي والخدماتي خاصة، لأنه المجال الفلاحي غني بالتدخلات وغني بالأفكار ديال المشاريع، كيخص غير الشباب يتنظموا في إطار تعاونيات فلاحية ويأمنوا بالقدرات ديالهم والأفكار ديالهم. ووزارة الفلاحة وعن طريق المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بصدد إن شاء الله إحداث واحد دار الفلاح، واحد شباك وحيد لاستقبال هاد الشباب حاملي هاد الأفكار باش تواكبهم في المشاريع ديالهم لا قبل الإنجاز ديالها في الدراسة ولا في طور الإنجاز ولا في الدينامية اللي غادي تتبع إن شاء الله هاد المشاريع الفلاحية. وحنا هاد اليوم كان ناجح بكل المقاييس، لأنه كان تفاعل ما بين الحضور اللي هما الشباب والتعاونيات وما بين المصالح ديال وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للشراء الفلاحية، كيبقى دائما الأبواب ديالو مفتوحة. شراكة مع المجلس الثقافي البريطاني كشريك أساسي في هذا المشروع، وحنايا هاد العودة لمنطقة صفرو مع الجمعية ديال جيبر هي عودة جديدة أخذا بعين اعتبار العلاقات المتجدره مع هذه الجمعيه منذ التي تعود الى سنه 2016 في ما يخص مشروع المواطنون الناشطون. وحنايا في جد سعداء بالحضور معهم والاستماع لارائهم، ونحن نتطلع لانطلاق هذا المشروع والنتائج الايجابيه المترتبه عنه. Je fais d'autres formations professionnelles à BSM School. Pour moi, de parler et de la grande formation que j'ai prise spécialement ici à CEFRO, je remercie spécialement l'équipe de l'association de JBR, spécialement M. Donat Boukassa et M. Moustapha Toudi pour cette grande formation qu'il nous a permis de prendre ici spécialement. Alors pour nous, c'est un grand honneur de me présenter en fait normalement. Alors je vous remercie énormément. Merci beaucoup. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.